عشان تدخل طلوقه تاخد منها السمن بتاعها او الحيوانات المنويه. تمام. بتاهلها ازاي؟ بتعرف ازاي ان دي سليمه بنسبه 100%؟ عشان احنا قلنا قبل كده الجرعه الواحده ممكن تدينا 400 راس لقاح. هو الموضوع بيبدا من اول ما احنا بنجيب الطلوقه. هنجيبه عجل صغير عمر يوم، نبدا نوديه المزرعه بتاعتنا، يبدا 6 شهور يجي لنا مركز تاني، نبدا نعمله عمليه تريض، نبدا نعلمه ان هو ازاي يبقى بيمشي مع العمال، يبدا يتحرك معانا، يتعامل كويس جدا، يبدا على 12 شهر يبدا يتدرب ان هو يخش صاله الجامعة وينط على الطلوقه التاني، على عمر 16 شهر 18 شهر نبدا ناخد منه سائل منوي. ساعتها بنبدا نقيم السائل المنوي عندنا، لو السائل المنوي بتاعه كويس يبدا يبقى طلوقه، ونبدا نجيب نعمل عليه فحوصات تناسليه نتاكد ان هو سليم من الامراض وخالي من اي شوائب او عيوب في السائل المنوي. بنفحصه بشكل دايم؟ كل 6 شهور. طيب ازاي باخد سائل منوي من حيوان واحد القح بيه 400 انثى؟ فهمنا الموضوع ده ازاي. الموضوع بيتم ان احنا لما بنجمع سائل منوي بننط الذكر على ذكر، بيبقى الذكر زي دميه والذكر الثاني بيجي ينط عليه، بناخد السائل المنوي في حاجه اسمها ميبل صناعي او ارتفيشال فاجينا، ناخد منه السائل المنوي بيجمع في انبوبه سائل منوي بناخدها. احنا شفناها الزعيره دي بالظبط كده، دي تبقى مثلا هي 15 مللي مدرجه، نبدا نشوف هي فيها كام مللي ونبدا نفحص الفحص التناسلي بتاعنا. اول حاجه بنعمل فحص ظاهري للعينه، سواء حجم الجرعه، لون الجرعه، الحركه الموجيه للسائل المنوي، ده بيخلينا بقى نتحكم بقى لو هي اكتر من 60% نبدا نشتغل عليها، اقل من 60% بنعدمها على طول. خلي بالكم السائل المنوي بعد تجهيزه في المعمل بيحتفظوا بيه في أمبولات نص مليمتر، وكل سلالة ليها لون، تعالوا نحفظها، الأحمر للهولشتاين، البرتقاني للسلالات اللحوم يعني الأنجوس والبراون والليموزين والشاروليه، والأخضر للجاموس المصري، والأزرق للجاموس الإيطالي، والأخضر الفسفوري للسيمنتال يعني لحوم وألبان. روح الشباب كده. تمام. محتاجين إيه عشان خاطر نقدر فعلا نعمل أمن غذائي للبلد، لحمة ولبن؟ محتاجين نهتم بتركيز الصناعة أكتر وننشره. موضوع الطلاق بالذات نبدا نجيب طلاق كويسه. هيديك بره طلاق كويسه، ما هي هو اولى بيها. بالظبط. صح كده. بالظبط كده. انا ممكن الاقل درجه تبقى عندي انا ممتازه هستفيد منه وهيعمل معايا شغل كويس برضه، يعني بدل مثلا في البقره عند الفلاح البذل بيجيب 6 كيلو ولا حاجه، لا انا بحسنها بالاحسن منها شويه هتجيب 13 مثلا. الجيل اللي بعدها حسن برضه اكتر هتجيب له مثلا 20. بس لو صرف يقدر يجيب 40 و50 كيلو. طبعا يوميا. مع الاجيال. مع الاجيال. مع الأجيال. طبعا. أجيال يعني كم سنة؟ يعني مش أقل من 5 سنين.